الشفاه الظالمات وبين اللسان الغاش ومع عبودي السلام كنت صاحب سلام وحين كنت أكلمهم كانوا يقاتلوني مجانا هللويا اللهم اترف علينا وارحمنا واجعلنا مستحقين لسماع جيلك يا مقدس فصل من بشارة معلمنا ما يوحنا البشير بركاته على جميعنا وتموتون في خطاياكم وحيث أمضي أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا فقال اليهود ألعله يقتل نفسه حتى يقول حيث أمضي أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا فقال لهم أنتم من أسفل وأما أنا فمن فوق أنتم من هذا العالم وأما أنا فلست من هذا العالم قد قلت لكم أنكم تموتون في خطاياكم لأنكم إن لم تؤمنوا إني أنا هو فتموتون في خطايا آلهتكم فقالوا له من أنت فقال لهم يسوع أنا من البدء تكلمت معكم أشياء كثيرة أقولها من أجلكم وأحكم ولكن الذي أرسلني هو حق وأنا سمعته منه فهذا تكلم به في العالم فلم يفهموا أنه كان يقول لهم عن الآب فقال لهم يسوع متى رفعتم ابن الإنسان فحينئذ تعلمون إني أنا هو ولست أفعل شيئا من ذاتي وحدي بل كما علمني أبي فبهذا تكلموا والذي أرسلني هو معي ولم يتركني وحدي لأني أفعل ما يرضيه